مشاهدينا مشاهدي قناه تانية في كل مكان بنرحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده على ارض مصر حلقتنا لهذا اليوم هي حلقه الاحد 13 3 20 22 نتحدث عن اخر مستجدات فيروس كورونا الالتزام بالاجراءات الاحترام واهميه اللقاح في منع انتشار هذا الفيروس حيث كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه والوقائيه ان معظم الاصابات في مصر حاليا بمتحور اوميكرون والحمد لله الاصابات تقل تدريجيا بعد ان انتشرت الاصابات بشكل كبير في الاسابيع الماضيه أكد دكتور عوض تاج الدين أن معظم المصابين بالأوميكرون يعتقدون أنها أنفلونزا موسمية لأن الأعراض متشابهة بشكل كامل أكد وزارة الصحة والسكان في 65% من المصابين بالأوميكرون ليست لديهم أعراض وأن الدولة المصرية مستعدة دائما لفيروس كورونا ومتحورة. خليني أرحب بضيفتي اللي بتصاحبني في هذه الحلقة دكتورة علا حسن صيدلي كلينيكي للرعايات الحرجه والتغذيه العلاجيه دكتور عواد معنا فندم من منورنا ومشرفنا اهلا وسهلا طيب خلينا مباشره نروح لفيروس كورونا اخر مستجدات حاليا الوضع عامل ازاي لاسابيع ماضيه كنا نتحدث عن انتشار واسع لهذا الفيروس في الفتره الاخيره شايفين ان الاعداد بدات تقل المعلنه من وزاره صحيح. الصحه من الواضح أنه قد يكون هناك حاله من حالات الانحصار في انتشار هذا الفيروس ولكن التفاصيل الكاملة تكون عند حضرتك الحقيقه الفترة اللي فاتت من قبل ثلاث اسابيع دي كان فعلا في اعداد زياده تمام وكان الأوميكرون منتشر كل الناس فاكره ان هو دور برد عادي بتتعامل معاه بالاجراءات العاديه بتاعت دور البرد هتاخد دواء برد تاخد دواء كحه انتيبيوتيك بتتعامل مع الموضوع كانه دور برد عادي تمام بس احنا يعني مفترض ان احنا بنتعامل معاه انه ماكرون او كورونا حتى يثبت العكس تمام هيثبت العكس ازاي بالانفستجيشن سواء بالبي سي ار او بال بالتحاليل او بالاشعه بالاشعه مم. يعني الاشعه هتثبت الكورونا شكل الشيست عامل ازاي والبي هي سي ار يعني هيثبت لي الاشعه علاقه كان في باتشز في, في الرئه او حاجه زي كده, كده. لكن لكن التحاليل او المسحه اور تمام و... ودي على اساسها بنحدد السيفيريتي بتاعه الكوفيد او, أو الاوميكرون إذن فكره الخلط في الاعراض ما بين الانفلونزا الموسميه وما بين الاوميكرون محتاجة مننا نحن نتعامل على أن دوت فيروس كورونا ما ينفعش نقول إن آه يعني احنا بنتكلم دايما على أن احتمال يبقى دور برد آه. تحسب انه ما كورونا وانت عارفه يمكن الشعب المصري كله يقول لك احنا يعني ان شاء الله تطلع دور برد لكن ممكن يبقى آه كورونا والموضوع يتطور بسرعه ما نلحقش نتدارك الامر بالظبط خاصه في كبار السن بنبقى خايفين من ده جدا لان هم بيبقى عندهم اكتر من مرض مزمن ممكن لا قدر الله يدخلنا في مشاكل ونلحق الحاله مثلا ندخلها مستشفى في الوقت متاخر. اه فده ده. بيعمل لود على العيان بيعمل لود على المنظمه الطبيه ان انا مبقاش لحقت العيان في اول الفيرال لود بتاعه. اتعامل مع دور البرد على انه اوكرون او كورونا حتى يثبت العكس. فكره التباين في عدد الاصابات ما بين دول العالم يعني تلاقي في دول اصابات بالالافات وفي دول بالمئات وفي دول ما فيش اصابات ويعني في دول بدأت ترفض فكرة الإجراءات الاحترازية تقول لك لا كفاية لغاية كده مثل زي إنجلترا عاوزين يحضروا المباريات وما إلى إيه ذلك. <applause> التباين ده بيجي منين؟ برغم إن من الأيام اللي فاتت كانت الجو برد جدا يعني يمكن لسه الطقس بدأ يتحسن في الأيام الأخيرة ولكن في ظل انخفاض درجات الحرارة كنا شايفين في ارتباط دائم ما بين انخفاض درجة الحرارة وما بين فيروس الكورونا. ومع ذلك على مستوى العالم تلاقي في دول فيها الاصابات مرتفعه جدا وفي دول اصابات متوسطه وبالعكس في اصابات قليله السبب ايه احنا لو ربطنا الكورونا بالجو البارد او الحر يبقى هتبقى الدول اللي هي مثلا فيها جليد الاصابات فيها اعلى, أعلى. من الدول الحر لا بس ده مش واقع يعني هو الواقع بس ده اللي كان بيتردد لفتره طويله جدا يقولك والله مع هو دخول هو فصل الشتاء هو انحصر في الشتاء اه انحصر مم. في الشتاء في سوري في في الصيف عن الشتاء لتواجد اصلا دور البرد الطبيعي او الانفلونزا الموسميه في الشتاء ما تبقاش متواجده في الصيف ما تبقاش كتيره في الصيف يعني لكن هو الكورونا لو لو البيك بتاعته عاليه لدرجه الـ الـ التمحور مثلا بتاع الكورونا لما كان بيبقى في ذروته كان بيبقى انتشاره عالي جاست مثلا اللي حصل انحسار لشكل الفيروس بتقل الاعداد يعني ما فيش ربط من قريب او من بعيد ما بين درجات الحراره وما لا. بين طب يبقى دي كانت معلومه موجوده بالمناسبه على مدار سنوات ان الكورونا مرتبطه بانخفاض درجات الحراره ومرتبطه في ان هي تنحسر بارتفاع درجات الحراره بص في حاجه كده يبدو ان النهارده في معلومات جديده هو هي مش مرتبطه دايما الناس في الشتاء بيحصل انخفاض في مستوى كرات الدم البيضاء اللي هي خط المناعه الاول تمام فطبيعي لما انا هكون عندي خط المناعه الاول ضعيف في الشتاء م. او قليل في الشتاء هتحصل اصابات ببرد او ما الى ذلك او انواع ثانيه اه انفلونزا موسميه ايا آه كان الحاجه اللي هتعمل انفكشن للعين م. تمام ده ما بيحصلش في الصيف فده ملوش علاقه ببس فيروس كورونا ده ده يعني ان الوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء بتقل بتقل وبناء عليه خط المناعة الأول يبدا يضعف وبناء تبقى اكثر عرضه للاصابه بالفيروس مش, مش مربوطه بالكورونا بس يعني طب معلومه احنا لسه بناخدها النهارده طيب. هو خلينا نطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل لينا عوده لاستكمال هذا ده اللي... مهم جدا بصراحه يعني بصراحه مهم جدا والحمد لله احنا خدنا المصل اه الحمد لله خدنا المصل و مية بصراحه اه طبعا انا اخدته واخدت الجرعه الثانيه ولو في و... وهاخد الجرعه الثالثه كمان آه وبنصح الناس كلها ان هي تاخده لان هو مهم جدا لان لو هو مش مهم ما كانتش الناس عملته ما الدوله كمان عملته ايوه انا اخذته طبعا المصل مهم جدا آه كل يوم في تطورات جديده في موضوع كورونا يعني دي حاجه اكيد بتقلل شويه من الاصابات هتحمينا فحاجه هتحمينا ليه ما ناخدهاش؟ لا هو اهميته هو مفيد يعني هو اكيد يعني مصل ضد فيروس كورونا يعني بالنسبه لل بالنسبه لل... يعني الاجواء اللي احنا فيها وكورونا والكلام ده كله انصح الناس انها تابع. بس اكيد يعني هو اكيد هيحميك من انك ال... انت تتعرض لل... للفيروس عودة مرة أخرى مع حضراتكم وضيفتي الدكتورة أولى حسن الصيدلي الإكلينيكي للرعاية الحركة والتغذية العلاجية وعودة إلى فيروس كورونا طيب خلينا نتكلم عن الأمصال ونتكلم على الناس اللي كانت متخوفة وما خدتش المصل والناس اللي خدت جرعة أولى وثانية وثالثة وتنشيطية يمكن قلنا أكتر من مرة وتحدثنا أكثر من مرة في أهمية المصل وتجهيز الجسم بالأجهزة الدفاعية أو بالجيوش الدفاعية في حالة الإصابة بالكورونا ده اللي يمكن بيعملوا المصل أو فهمناه من الأطباء ولكن الناس اللي ما خدتش المصل حتى الآن المخاوف جاية منين والحدوتة هل ما زالت مستمرة ولا الكل النهاردة بيبقى حريص على أنه ياخد المصل التفصيلة تبقى عند الدكتورة علا حسن تفضل يا دكتور أه الحقيقة احنا بس عايزة أوضح جزئية صغيرة هو احنا بليه بناخد المصل أصلا أو الأمصال أصلا إيه مم. الأمصال هي بتدي جرعة صغيرة من, من الفيروس أو الحاجة اللي أنا عايز أعمل أجسام مضادة ضدها عشان الجسم يتعرف عليها فيعمل ايمج يترجم الكلام ده لأجسام مضادة لما يخش الفيروس أو أي حاجة أنا واخدة ضدها المصل يبقى اوريدي متعرف عليها قبل كده فيعرف يتعامل معاها يكون كون الأجسام المضادة ضدها طيب هل المصل بنقول إن إحنا بناخد المصل فإحنا مش هنعي بفيروس كورونا؟ لا هنعي بفيروس لا كورونا هي الفكرة بقى إن أنا بقلل السيفيرتي اللي هتحصل لي لو أنا خ... يعني ما خدتش المصل مم. يعني زي مثلاً العيان أو الـ الـ الحد العادي الحد العادي آه خد المصل و... وجاله كورونا ممكن تجيله 3-4 أيام لو جات له بقى وهو مش واخد المصل يخش في إيه؟ 15 20 يوم ممكن تبقى السيفيريتي انها تدخلني مستشفى وانا الهدف عندي ان انا اقل اللود على منظمة المنظمه بتاع المنظمه العلاجيه عامه يعني اه المنظومه العلاجيه المنظومه العلاجيه بحيث ان انا ابقى مركز كونسيرد على الناس اللي هي الكومر الناس اللي فوق ال 50 الناس اللي هي عندها امراض مزمنه مع وجود فيروس كورونا تمام. دول الاولى عندي بتواجدهم في المستشفى مم. حتى يبقى الكونسرن عليه يعني يبقى تركيز بتاع الطقم الطبي عليهم اكتر لكن لو اللي عنده مثلا مايلد ومودريت ويعني الترتيبات ال الاوليه لاصابات الكورونا دخل المستشفى طب انا هقدر اركز ازاي مع الحاله الحرجه فده لود بمعنى اصح ان اذا كان في اعداد كبيره هتدخل مستشفيات او تدخل الرعايه وما الى ذلك المفروض البريورتي بيبقى لكبار السن او لاصحاب الامراض المزمنه م. او ما الى ذلك النهارده لما بيبقى الاعداد اللي داخله مثلا 10 افراد غير اللي هيدخل 100 فرد، 10 افراد منهم مثلا خمس ست حالات حرجه هيبقى لهم اولويه والاربعه هيلاقوا الرعايه المطلوبه، ولكن اذا كان اللي داخل 100 فبالتالي على حساب الاشخاص اللي هم عندهم حالات حرجه منذ البدايه. تمام نتفق؟ تمام متفقين جدا طبعا. طيب تمام، ايه اللي ما خدش المصل؟ حضرتك بتقولي انه ممكن يدخل في مرحله اخرى. تمام. او المده تطول في العلاج، بالضبط. الكيور نفسه ياخد منه فتره. الناس اللي لسه مش حريصه على انها تاخد اللقاح او بعض الاطباء اللي كانوا بيقولوا لا ده دا مفيش داعي لللقاح او لبعض الامثله اللي تعبت بعد اللقاح يعني في البعض ثاني يوم وثالث يوم بيبقى في بعض الاعراض كده بتستمر 48 ساعه ففي ناس تتحملها وفي ناس ما تحسش بيها وفي ناس بتتعب منها فطبعا لما بينقل الصوره ديت بيبدا في ناس تخاف وفي ناس ما بيفرقش معاها فالحدوتة تفاعل كل حد فينا مع المصل مختلف عن التاني يعني كل جسم او كل, كل تركيبة بيولوجية تختلف يعني في التعامل أوه. مع مع اللقاح. مع اللقاح يعني مثلا اخذت اللقاح انا اخذت اللقاح الفيرست ما حسيتش بأي اعراض جيت في السكند حصلت لي بس شوية اعراض خفيفة ده نفس اللقاح نفس نفس, نفس اللقاح نفس بس اه بس ليه ممكن يكون انا وقتها مثلا مأثره في تغذية عندي مثلا حاجات تانية مقصره مثلا ضغط شغل عندي دور برد وانا كنت واخده بالي كل الكلام ده ممكن فتيجي يتزامن حاجة. مع اه حاجه مع حاجه بالظبط لان انا يعني عامل اضعاف للفيروس ومدخله الجسم فهو بيتعامل معاه على انه الفيروس اللي احنا بنحطه من خلال اللقاح ده بيبقى ميت اتنويتد مش قوي يعني ميت, مش ميت ولا, ومش ولا تم اضعافه تم اضعافه تم اضعافه وبناء عليه حسب استعداد الشخص اللي هياخد اللقاح في ذلك التوقيت هل هو اصلا تعبان هل هو اصلا مجهد هل هو اصلا في امراض عنده ولو ان انا عارف ان قبل ما ياخد اللقاح بيتعمل عليه كشف كامل حتى لاختيار انواع اللقاحات المختلفه بتبقى حسب أوه. طب هل تفرق ما بين لقاح واخر ده اللي هرجع بيه وتساؤل الدكتور علا ولكن بعد هذا الفاصل طبعاً <applause> حضراتكم مره اخرى دكتور علا يعني بنقول اللقاحات المختلفة وأنواع المختلفة هل يختلف تأثيرها على كل شخص ولا أيا كان طبيعة اللقاح ردة الفعل بتكون واحدة كلقاح ولكن تختلف من شخص لآخر حسب استعداده هو هي الجملة الثانية هي بتختلف مع من كل شخص للتاني حسب مناعته حسب الحاجات اللي عنده العوامل التانية اللي عنده لو عنده أمراض مزمنة لو عنده لو تزامن أخذ اللقاح مثلا مع ارتفاع درجة حرارة أو دور برد أصلاً أو, او ماكرون عشان ما بقاش فيه دور برد أيوة. آه لو هو مثلا حد من الطاقم الطبي وكان اوريدي شغال في, في اماكن العزل فاوريدي عنده فيرال لود م. جسمه محمل بشويه آه آه فيروس يعني اه يعني كده آه. آه. ايوه بالظبط كده آه. آه. واحنا بنبقى اكثر عرضه للموضوع ده تمام لان احنا بنبقى بنتعامل مع اكتر من مريض هو حضرتك ممكن تكوني هوست او محمله بالفيروس وممكن تبقي ناقله ليه ولكن انت ولكن انت ما عندكيش الاعراض دي حقيقة. صح كده تمام دي حقيقه تمام يعني لو واحد مثلا واخد المصل في البيت والباقي مش واخد وهو ميديكال تيم بيشتغل آه. في المجال الطبي تمام وهو ما يحسش باعراض بس جايز يكون كارير آه. ويعدي حد تاني عنده في البيت قلت اتش بيبقى حامل للعدوى أوه. ما عندوش اعراض ولكن يقدر يعدي بالزبط. يعني ناقل للعدوى وحامل ليها ولكن هو بدون اعراض فده بيبقى اسمه كارير يعني صح بنخاف بقى على اللي هم كبار السن بقى ف فب... الناس كلها تاخد المصل حتى كبار السن ليهم نوع محدد حسب الحاله بتاعتهم تمام يا لو حد مثلا الناس اللي هي عندها ربنا يشفي الجميع امراض الاورام والكانسر والانكولوجي ليهم تايبس حسب نوع الورم اه ده في الكميات ولا في الانواع لا نفسها لا في, في النوع, النوع نفسه يعني في, في نوع نفس... يناسب آه هذه الامراض عشان كده بقول لحضرتك مفترض ان اي شخص رايح هياخد المرض بيشوف الهيستوري الطبي بتاعه بيشوف طبعا إيه؟ الميديكال هيستوري طبعا صح آه وبيشوف آه الامراض المزمنه اللي معاه ايه هل في ضغط هل في سكر هل في كانسر هل في اي نوع من انواع الامراض لا قدر الله هنا الطبيب اللي هيدي بيحدد وقتها نوع اللقاح يقول ايه اللقاح المناسب تمام طيب الاجراءات الاحترازيه لان احنا شايفين ناس كتير بدات تقلل بشكل كبير من الاجراءات الاحترازيه فكره المناسبة. الكمامه أوه. المستمره 24 ساعه ما بقتش زي الاول التباعد الاجتماعي اللي بنطالب بيه على طول غسيل الايد بالماء والصابون الناس كانت حريصه عليه دي باي دي و... ولحظه بلحظه ده برده ما عادش موجود طب ده يرتب ايه برغم ان الموضوع زي ما سمعنا انه بدا ينحسر ولكن هل ده معناه نقلل اجراءات احترازيه ولا نرتبها من تحت لفوق مبدئيا غسيل الايد ملوش علاقه بالكورونا ات ماست في اي وقت لا غسيل الايد اللي هو التفصيل يا هو, هو يعني دا اللي دا يعني دا دا الناس بتغسل ايديها في السريع صح, صح لان احنا آه الظوافر عندنا اه ممكن, ممكن تكون برضه فيها, فيها آه حاجة آه اللي طبيعه جسم البني ادم في حاجه اسمها النورمال فلورا، البكتيريا اللي موجوده على جسمنا الطبيعيه. على على جلد الانسان؟ الطبيعيه دي, دي آه. متعايشه مع الانسان وهي منها في الجلد، منها في المعده، منها على الفلورا. النورمال فلورا. في الش... فلورا. دي, فلورا. آه دي آه. البكتيريا الطبيعيه اللي ربنا خلقها على جسمنا لحمايتنا. م. طيب لو انا حصل جرح في الايد والنورمال فلورا دي دخلت جوه. آه. هي كده دخلت من مكان لمكان تاني ف... لما تدخل في مكان غير مكانها ربنا خلقها عليه تمام تعمل انفكشن تمام تمام مم. فغسيل الايد هو الطبيعي احنا عشان واخدين ايوه كدا. ما اتحرك خالص عشان حضرتك اصلا آه. يعني حضرتك عشان دكتوره فعارفه يعني آه في سيستماتيك طبيعي. لل... اه هو بيختلف غسيل عن غسيل ده اللي انا قصدته يعني هل احنا لو ما التزمناش بهذه الاجراءات او بالطريقه المثلى لغسيل الايدين حضرتك كلمتي في اول حاجه بس آه. في الغسيل هل ده يكون لي اضرار برغم انحسار الكورونا ما احنا انا بقول لحضرتك ان هي طريقه غسل الايد دي هي دي الطبيعيه هي دي مش عشان اجراء الكورونا طب بلاش غسل الايد طب, تمام نخش على الخطوه اللي بعدها طب الكمامة. ممكن ناخد فاصل قبل الكمامه اه تمام اتفضل خلينا نطلع مع من هذا الفاصل اللي عودة فضل مره, مرة اخرى نحافظ طبعا على ارتداء الكمامه حتى لو احنا متطعمين مش معنى ان احنا اخذنا لقاح الكورونا ان احنا لا نفضل كده ماشيين برضه نحافظ لان في احتماليه كبيره ان انت برضه تصاب الفيروس ثاني لو مش لابس كمامه فنحاول يعني على قدر الامكان بيمنع الامراض ويمنع انتشار انتشار فيروس كورونا و ويحمي الناس وكده بيقل الاصابات والامراض ويحمي من فيروس كورونا الوباء الحمد لله دلوقتي ابتدى يقل واحنا في مصر كلنا محافظين على الصحه و... وفي الاماكن المغلقه وال... والمزدحمه المفروض نلبس الكمامه و... دي حاجه كويسه جدا لينا يعني لأولادنا و أخرى مع حضراتكم دكتور يعني كنا بنتكلم قبل هذا الفصل مباشرة عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحدثنا عن غسيل الإيدين بالمناسبة حضرتك اتكلمت إن ده المفروض إجراء اعتيادي يعني دي حاجة مش مخصوص خاصة بالكورونا أو ما إلى ذلك بس طبعا هم الأطباء كلهم كده ولكن خلينا طب نروح للتباعد الاجتماعي نروح عن ارتداء الكمامة باقي الإجراءات الاحترازية المطلوبة عشان نحافظ على الوضع الحالي النقطة الثانية ارتداء الكمامة التقارب في في مواصلات او في في اماكن العمل او في في مكان الدراسه ده عرضه ان الناس تنقل الفيروس, الفيروس لبعضها اتفقنا ان في ناس اخذت المصل وناس ما خدتوش طيب الكارير ده ما هو ممكن يعدي اللي ما أنا ما خدش صحيح طيب نحافظ بقى على بعض ازاي بارتداء الكمامة لحد الفاصل اه تمام مش, يعني مش حد الفاصل قوي بس بارتداء الكمامه لو في مسافات متقاربه نسب الحمايه في الكمامه قد ايه يعني بالنسبه اثنين لابسين كمامه انا نسبه ان انا قاعده حضرتك او تعدي منك في حاله الطرفين لابسين كمامه تبقى يعني اعتقد 1% واحد 1% واحد في, المية. واحد في المية. طب طب طرف لابس كمامه والطرف الثاني مش لابس يعني النسبه بتزيد شويه بتبقى يعني م. يعني مش مش اي صعب نسب قوي بس اللي هو ايه يعني النسبه هتزيد شويه يعني أوه. لو لو واحد لابس والثاني مش لابس النسبه هتبقى تعالى. أعلى. على العكس مش لابسين اه طبعا تبقى اعلى جدا لابسين آه اوكي ده يعني فكره ان الناس بتتعامل على ان مع انحسار الكورونا مفترض ان خلاص بقى يعني الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي والحديث في هذا الامر ما عادلوش آه يعني موضع من القول زي ما بيقولوا لا ده انا عاوز اعرف من حضرتك هل فعلا مع الانحسار الحالي ممكن الناس تبدا تقلل من اجراءاتها الاحترازيه ويمكن ده حاصل على ارض الواقع هو اه هو الحقيقه حاصل حاصل ما انا بقول لحضرتك هيكون نتيجته ايه لو في خطوره نقولها برضه احنا دلوقتي الدنيا اتفتحت السفر اتفتح المغتربين ابتدوا ينزلوا م. فاحنا كل يعني خلينا نقول ان الفيروس في كل دوله واخد شكل غير التاني كشكل فيروس فاللي نازل لي مثلا اجازه من من اي دوله عنده إيه ماتيوريشن للفيروس مش عندي هنا في مصر صح فانا لو مش واخد الاجراءات الاحترازيه دي إيه وفي بقى كوميونيكيشن وقاعدين <applause> وارد <الويرد تصفيق> فيستحسن ان الناس تبقى واخده الاجراءات يعني ولو حست باي عرض واتفقنا انه هو ما فيش حاجه اسمها انفلونزا دلوقتي ماكرون او كورونا حتى يثبت العكس هل وارد ان لما يبقى في شخص جاي من الخارج حامل للفيروس يلتقي بشخص اخر هنا عنده حامل للفيروس ولكن من نوعيه اخرى هل ممكن يطلع لنا فيروس جديد او, ميوتيشن؟ بيحصل أو مشكلة. بيحصل يحصل اه بيحصل بيحصل اه بتحصل ميوتيشن وبيبقى حاجه ثالثه بقى اه لو الفيروس جاي من مبرر آه. غير الفيروس اللي هنا وحصلت, وحصلت الاصابه ده اللي حصل في ماكرون في الاوماكرون اه وحصل في الكورونا دلتا ما هو التايبس دي جت منين م. التمحور ده جه منين نتيجه فيروس ايوه بشكل, بشكل التقى مع فيروس بشكل اخر ادانا إيه هذا التحور الجديد صوره ثالثه أمتح... بقى صوره ثالثه بالظبط كده م. هو ده ويمكن هي دي المخاوف الحقيقيه أوه. من ان يكون في التقاء لفيروسين مختلفين يعني كان فتره اللي هو كرون... آه سوري الكورونا مع الالف نفسها هي اللي طلعت نوع ثالث يعني تواجد الإنفلونزا الموسميه مع الكورونا عملت تايب جميل طيب يبقى نصيحة من حضرتك أخيرة أو كلمة أخيرة للمواطنين فيما يخص مسألة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي فكرة الكمامة المصل يعني الحقيقة غسيل الإيدين كل ما تتحدث عنه الدولة وتؤكد عليه خلال الفترة السابقة عاوزين نحافظ عليه الفترة الجاية في كلمة أخيرة من الدكتورة علاء حسن أه نحافظ على الإجراءات الإحترازية لينا ولبلدنا كل حاجه على يعني احنا كل ما كنا بصحه جيده كانت مستوى الـ يعني التنعم الدولي كده والناس بتشتغل دنيا احسن اكيد اه التغذيه م. السليمه ما ناخدش ادويه الا لما يبقى عن طريق طبيب اه ما ينفعش تاخد بروتوكول اللي احنا بنشتغل بيه يا جماعه في المستشفى بره في العاديه لان احنا ما بنلاقيش الادويه دي جوه كتر استخدام الغير مبرر ليها اه بعدين بتدخل بقى في سايد افكت احنا بنعاني منه جوه المستشفيات عشان نلحق المرضى فكره ان هو مجرد ما يجيله كورونا على طول يصرف الايه الادويه المتعارف عليها او ما البروتوكول بتاعها من عليها. نفسه ما ينفعش يعمل الاشاعة. اشاعه أو أشعة يتأكد الأول من و... أشعة الصدر أو الأشعة. من خلال التحاليل أو, أو, أو المسح لو طلعت بوزيتيف هياخد البروتوكول بتاعه من المستشفى اللي تم يعني برضه حتى فيها. لو تأكد إن هو عنده كورونا هو بيتصرف له العلاج المنزلي من جوه المستشفى اللي ظهر فيها ايجابيه المسح. تمام. بس. مش هو تلقائيا. يعني. لا خالص. بليز يعني. <applause> انا لا املك في ختام حلقتنا اليوم عن الكورونا اللي نشكر دكتورة هولة حسن الصيدلي الكلينيكي للرعاية الحرجة والتغذية العلاجية حضرتك نورتينا وشرفتينا <applause> واضفت لنا <applause> شكرا جزيلا يا دكتور. <applause> شاهدينا لحد نوصل معكم لختام حلقتنا وغدا جديد.